الترتيل الهيك بذكرني بطفولتي كنا نغنيها نحن وصغار. بنبلش حلقه جديده من يلا نغني سوا. انا كثير كثير مشتقت لكم وكثير هيك محمسه اسمع اتصالات جديده ومبسوطه كثير اليوم لان معي اصحابي كثير مهضومين وكثير سبيشال مميزين لإلي رح يكونوا معي اليوم بالحلقه. وحده منهم صار لها مش كثير زمان بتحضر البروجرام واجت اليوم تتعرف عليكم، وحده كمان منهم تلميذتي اللي بحبها كثير وبعلمها بالمدرسه. قبل ما نتعرف عليهم بدنا نروح لعند الباند نسلم عليكم. لكم كيفكم باند؟ مريون منيح؟ تمام؟ شو محمسين نحكي اليوم مع اصحابنا وناخذ الواتساب مسجز وفون كولز؟ كما اقول لك اليوم رح يكون عندنا كثير اتصالات مثل العاده. انا كثير محمسه. فيكم تحكونا على الواتساب على الارقام اللي عم تشوفوها قدامكم، او اذا بتحبوا فيكم تتصلوا فينا على التليفون، وكمان فيكم تبعتوا لنا صوركم على الفيسبوك وهيك بالحلقات المقبله بنكون عم نتفرج عليهم مع بعضنا. ديل؟ لكن هلا تعب بسرعه بسرعه تنتعرف على اول ضيفه معنا لليوم، ضيفه كثير مهمه ومهضومه وشطوره. شو اسمك؟ قد ايه عمرك؟ وشو هن الهوبيز او الهوايات تبعك؟ اسمي زوي، عمري 8 سنين. اوكي، وشو بالاشياء اللي بتحبي تعمليها يا زوي؟ بحب ارسم. بتحبي ترسمي يا زوي؟ بدي اخبركم انه انا بعلمها وهي كثير بنت ذكيه وطيبه ومهذبه وبترسم كثير حلو كمان وبترتل، واليوم جبت معها دفتر كله رسمات هي تتفرجينا اياهم. زوي خبريني شو احلى قصه هيك عندك بالكتاب المقدس بتحبيها كثير؟ اي قصه؟ آدم وإيف. آدم وإيف، آدم وحواء. واو، بتقريها دايما؟ نعم. برافو. طيب هلا بننتقل عن صديقة صار لها بس جمعتين تحضرنا على التيفي واليوم عملت لي سربرايز واجت على البروجرام، وهي اسمها سيرينا. هاي سيرينا. هاي. خبرينا قد ايه عمرك يا سيرينا؟ سين. كان 5 سنين. طيب وسيرينا شو الأشياء اللي كثير بتحبي تعمليها؟ بحب أسبح. تسبحي؟ شطورة بالسباحة. مين علمك السباحة؟ ليش حلو، برافو عليك. لكن انت متشوقه وناطره يجي الصيف تسبحي مزبوط. طيب وخبريني شو اكثر شيء بتحبيه بهذا البروجرام يلا نغني سوا؟
بس بلشت تحضرينا، بتحبي اكثر شيء تغني؟ ايه. واليوم بدنا نسمعك عم بتغني، ما هيك؟ طيب ومين جبتي لنا معك؟ شو اسمك؟ ريبيكا. قد ايه عمرك؟ 3. عمرها 3 سنين وانت كمان بتغني؟ برافو. شو بتقربك ريبيكا؟ بنت خالتي. بنت خالتها. كنت تحضرينا معها ايه؟ كنت تحضرينا دايما؟ برافو. طيب انا كثير مبسوطه فيكم اليوم، عنا 3 بنات كثير حلوين وكثير مهضومين، رح يكونوا عم بيغنوا ويقدموا معي الحلقه وياخذوا الاتصالات كمان. ريدي؟ حدا منكم خايف؟ لا، كلكم قوية ومبسوطين. لكن خلينا هلا هيك نروح ونحضر كليب من التراتيل اللي بنحضرهم دايما وبنسمعهم. يلا نغني سوا، حاضرين؟ يلا ليتس جو. رجعنا معكم يا اصحابي، وعنا بعض المسجز يلي كامو رح يقري لنا اياهم على الواتساب. اوكي ماريو، رح بلش. في صديق لنا بيقول الو، بدي شارك بالمسابقه. صديق لنا من لبنان، بنقول له يبعث لنا اسمه او يبعث لنا رساله صوتيه او شي غنيه، وهو اكيد بكون عم يشارك معنا. لا يا كامو، هو لازم يتصل فينا على الواتساب، ما هيك احسن. في عنا رساله صوتيه، هات نسمع شو بتقول. اوكي
رسالة قصيرة جدا. طيب كمان بتقول الرسالة، بتقول أنا ناطرة الحلقة اليوم وبتمنى أنه تسمعوا ترنيمتي وتشوفوا صورتي بليز. بس قبل ما نشوف هذا الشيء، في عنا اتصال عم يجي على الواتساب، شو رأيك ناخده مع بعض؟ أكيد. أصدقاء لنا من لبنان، هلأ رح تعرفي مين معنا. يا مريم. مين؟ ألو. ألو. مرحبا، مين معنا؟ أنا جويس وساكو. نحن يي أهلا وسهلا يا جويس ويا ساكو، أنا مشتقت لكم. ونحن كمان. جويس خبريني اليوم بديك أنت ترني لنا ترتيلة هيك حلوة بصوتك، يلا يا جويس شو رح تغني لنا؟ جويس جويس صوتها كتير حلو، بتعرفيها بتذكريها؟ يلا يا جويس شو بدك تغني؟ أسرع شوي أو راح الاتصال؟ لا بعد. طيب يلا يا جويس انت عادي، يلا تفضلي. يلا يا حبيبي. ملك التعالي فوق كل اسمي مهما يكون عالي، فوق السحاب ومال الكون عالي، هتشوف ملكك كل العيون عالي، انت عالي هو كل اسمي مهما يكون عالي، فوق السحاب ومال الكون عالي، هتشوف ملكك كل العيون. برافو يا جويس. هلا صديقتي زويي رح تكتب اسمك ونخليه برا، لان جويس هي مشتركه من لبنان. ثانك يو كثير يا جويس يا حبيبه على صوتك الحلو، وبعثي لي لساكو بوسه كثير كبيره. على بالكم تعرفوا شو المشتركين من لبنان معقول يربحوا؟ اللي بيشتركوا من لبنان باخر الحلقه نحن بنسحب اسم واحد منهم او اسمين بالاحرى، وهن رح يربحوا تو سيشنز او حصتين مجانيتين لا يتعلموا على الاله الموسيقيه يلي بحبوها بمدرسه مودرن سيمفوني. خلينا نحضر سوا. مبروك للرابح، مدرسه مودرن سيمفوني بتقدم لك حصه مجانيه لتتعلم وتعزف على الاله الموسيقيه يلي بتحبها. لكن رجعنا معكم، واكيد يلا اتصلوا فينا كونوا كتار تحت اللي تربحوا هيدي الجائزه الحلوه. يعني اتصل على الواتساب مريم، يلا بناخده مع جوي. يلا يا جوي. الو الو، هاي مين معنا؟ الو الو. اوكي يبدو انه الاتصال مش كثير واضح. طيب انا عندي فنانه صغيره هون وهي بتحب كثير ترسم. اول شيء شغلته زوي هو اسمها زوي، خبرينا هيك كيف اشتغلتي اسمك؟ فيك توقفي زوي اذا بدك. ايه خبرينا. اول شيء المعلمه رسمتها على ورقه، بعدين زيناها، بعدين علقناها. برافو كثير حلوه كثير. انت اخترت الالوان، انت نقيت الالوان. نعم. برافو. خلينا ننتقل على ثاني شغله. هيدا شو يا زوي خبريني؟ هيدا شجره. واو، ومنشوف انه هي لزقت الجزء وعملت الوان كثير مخدومه للشجره. برافو يا زوي. خلينا ننتقل هيك على رسمه ثانيه. هيدا شو يا زوي خبريني؟ هيدا رسمه انا رسمتها. اوكي شو فيها؟ جربت كثير انه ارسمها بلاينز. بخطوط. برافو عليك كثير حلو، كنت عم تتخلق تتعلم الخطوط صحيح. وهلا بدنا نشوف كمان شغل حلو عملته زوي وهو علام لبنان. خبرينا كيف عملتي. اول شيء رسمنا زيح. اوكي زيحتين، ولونتي بالتلوين المائي يعني بالبينتينج. نعم. اوكي، وهون لزقتي مثل هيك اوراق خضراء، ما هيك حطيتيها بالوسط كثير حلو. كمان رسمتي الارز. برافو. يي شو معدوم،
هيدا شو خبريني؟ هيدا سنومان. اوكي شو كيف عملتي؟ عملناها بال اوكي لكنها بالدوائر ما هيك دائرة. يي هيدا السنوفليك ما هيك او بول دوناج مزبوط كيف عملتيها؟ اول شيء لونا كل الصورة ببلو بعدين قصيتي على ورقة بيضة ما هيك؟ هيدا الشكل كتير حلو برافو برافو يا زوي. انت عن جد موهوبة وانا بشجعك ضلك هيك تتمرني وترسمي لان يمكن تصيري مشهورة بالمستقبل، شو رأيك؟ طيب هلأ بدي اسمع ترتيلة حلوة من صديقتي سيرينا. يا سيرينا بس قبل شو رأيك ناخد هالاتصال صديق لقلنا ناطر على الواتساب. يلا جوي بياخده. يلا جوي قول ألو. ألو ألو هاي مين معنا؟ ألو ألو نرجس بيقرأك. هاي نرجس كيفك؟ أنا كتير منيح، أنت شو أخبارك؟ منيحة؟ كيفكم؟ كيف أيام؟ نحن كتير منيحة. نحن منيح. أنا اليوم أجي رادي. أنا كتير منيحة يا نرجس ومبسوطة باتصالك فينا. اليوم عيد ميلادي. اليوم عيدك. هابي بيرثدي لإلك. هلا لما نغني رح نغني لك لإلك كمان. قد ايه صار عمرك؟ الو الو. طيب يمكن الاتصال مش كثير واضح. بدنا نعتذر منك يا نرجس بس احنا كثير بنحبك وهلا رح نغني لك هابي بيرثدي. بدي اعرف يا سيرينا شو رح تغني لنا اليوم؟ ان كنت ان كنت صغيرة. يلا بديك توقفي هيك بالوسط وتبلشي تغني. ان كنت صغيرة او كنت كبيرة او كنت نحيفة او كنت سميرة فالله يحبني كما انا كما انا كما انا بعد شوي جاي دوركم حضر حالكم. طيب حاضرين تعرفوا عن شو رح نحكي اليوم؟ عندي سؤال لكم، شو بحاجة البذرة أو السيد أو أوكي الجرين تحت لي تكبر وتصير شجرة كبيرة؟ كل واحد ماي. برافو زوي. شمس. هوا. للهوا. شو كمان؟ ضوء الشمس. ضوء الشمس sunlight. ريبيكا شو بدها تقول؟ لشو كمان بحاجة؟ يلا اذا انت بتعرف قولوا لي شو. انا ما بعرف. ما بتعرفي معلي هلا بتتعلمي معنا. اتس اوكي. شو يا سيرينا؟ تراب. تراب اكيد. لكن بحاجه لمي لتراب لضوء الشمس للهواء حتى لتكبر وتصير شجره فيها فروت فيها فاكهه. طب بتعرفوا قديش بدها هيدا البذره الصغيره تصير شجره كبيره؟ اقولكم يوم ويومين اقولكم مثلا اليوم بتزرعيها يا زوي بتوعي تنهار بتلاقيها سيرينا صارت شجره كبيره. شي مرة هاي صاري؟ لا أبداً. بتعرفوا أنه في شجرة مثلاً شجرة التفاح بدها حوالي 8 سنين تتكبر ويصير عندها تفاح كبير هيك حاضر أنه ناكله؟ إيه بس قدي بدها وقت؟ طب يعني إذا زوي اليوم كتير طالع عبالها تفاح وزرعت هيدا البذرة طب ليه بدها تنطر 8 سنين؟ معقول يا زوي تنطر 8 سنين؟ كيف هيدا الشغلة هيك؟ مزبوط بدنا ننطر. يعني الفلاح لازم يكون عنده patience يكون عنده صبر وينطر كتير ويهتم فيها كل يوم ويحط لها مي كل يوم ويغني لها يمكن تخيلوا انه عم تغنوا لها اوكي ويهتم فيها ويحطها بمحل فيه ضوء تبعد وقت تطلع وتصير شجره كبيره ونقدر نقطف التفاحات وناكلهم.
أنا هيدي القصة بتذكرني بشي بحياتنا نحنا كمان. بشو بتذكركم بحياتنا؟ كيف؟ شو؟ زوية عندك شي تقولي؟ شو؟ كيف الله خلقنا؟ كيف يا زوية؟ نحنا بس نصير ولاد لالله شوي شوي منصير نكبر بحياتنا معه ونتغير ونصير أحسن، لأن مرات كتير بحياتنا في أشياء غلط بنعملها مزبوط، مثل شو فيكم تعطونا إكزامبل؟ يعني كيف نضرب بعضنا؟ مزبوط بنضرب بعضنا مرات بالبيت مزبوط، بس نعصب هيك من اخواتنا بنضربهم او بنحلشها بشعرها. لريبيكا شو مره حلشتيها لريبيكا؟ لا لا. وزوجي شو في هيك اشياء مثلا مرات مش كتير حلوه بنعملها؟ نعيط على خي كبير بس بعصب. اوكي اكيد نعيط على خينا الكبير، او بركي ما كتير بنسمع دائما شو الماما والبابا بيقولوا لنا مزبوط، مثلا بيقول لنا يلا فوتوا ناموا، بنقول لها ما بدي اسهر احضر تلفزيون والعب على الايباد. مزبوط. طيب طب طبيعه كلنا هيك عنا اشياء مش كتير حلوه بنعملها، وشوي شوي مثل هيدي البذره الصغيره بنكون عم نكبر عم نكبر عم نكبر. اول شيء بتكون سبراوت، بتكون شتله صغيره، بعدين تكبر اكثر بتصير تطلع اوراق حلوه، وبعدين زهره حلوه، وبعدين الزهره لشو بتتحول؟ لتفاحه. ما هيك نفس الشيء نحن ما بدنا نزعل دغري من حالنا ونقول انا ولا مره بتغير، انا بضلني اعمل اشي مش منيحه، اكيد الله ما بحبني. مزبوط الله ما بحبنا اذا بنعمل اشي مش منيحه. انا كل يوم كل يوم هو ما بيحب الشيء مش منيح اللي عم نعمله، بس بيحبنا كتير، وهو مثل الفلاح كتير عنده بيشنس علينا، كتير بينطر وبيحبنا. بقول معلي انا كتير اكيد انه زوية بكره رح تكون احسن. مزبوط زوية مع الوقت بتصير احسن. طيب عندي سؤال لألكن، كيف بدنا نصير احسن؟ كيف؟ شو سرينا؟ شو زوية؟ يلا خلينا نسمع من زوية. بس منكبر. بس نكبر اوكي، بس غير كمان فينا نكون صغار ونكون كتير منيح، بس كيف شو بدنا نعمل؟ ما نبعد عن امه وبينا. كيف كمان؟ لازم نكون كل يوم هيك. كيف نكون شاطرين؟ بس نكون عنا هو عطانا شيء كتير مهم. شو عطانا؟ نكون نقرا بالكتاب. برافو. بكتاب القراءة؟ كلا. كتاب اللكتير؟ لا. شو؟ بكتاب المقدس. برافو عطانا البايبل الكتاب المقدس تحت لي نتعلم عنه اكبر. نحن كيف بنصير شاطرين مثلا بالقراءه؟ خبريني يا سيرينا. وقت نسمع المعلمة. ايوه بس نقرا كل يوم بكتاب القراءه تتصير القراءه تبعنا احلى. مزبوط. طب وكيف بنصير احسن بالانجلش مثل ما زوي كثير شاطره؟ بس شو نعمل؟ فينا نفكر. فكر ونقرا كثير هيك ستوريز وبوكس وكتب، ونفس الشيء بنصير كثير بنعرف عن يسوع، عن شو بده منا، كيف بده ينا نصير احسن، بس نقرا بالكتاب المقدس. ليه؟ لان الكتاب المقدس كله اشياء كثير حلوه عن يسوع، كيف بده منا نعيش، كيف بده منا ما نخاف، كيف بده ينا ما نكذب. مزبوط. بنتعلم عن كل الاشياء اللي بده ينا منها بالكتاب المقدس. فاذا هيدي طريقتها نحن مثل هيدي البذره الصغيره نكون عم نكبر ونصير احلى. شو كمان فينا نعمل؟ مين بده يقول لي؟ بركة جوي بيعرف يقول لي شيء. لما نصلي نهتم في. برافو يا سيرينا اشطر منك يا جوي سبقتك. بس نصلي نكون عم نحكي مع جيزس، نحكي معه، وبتعرفوا انه هو كمان بيحكينا. بس نحكي معه هيك مرات كثير بيعطينا بيس بقلبنا، او بيعطينا فرح كثير قوي تنعمل الاشياء المضبوطه. مزبوط الاشياء الحلوه اللي هو بيحبها. فاذا هيك كمان نحن بنكون عم نكبر معه اكثر واكثر، بس نقضي معه وقت حلو، وقت طويل كل يوم من حياتنا. مزبوط. بتقضي وقت معه يا زوي؟ برافو. انت يا سيرينا لو ما بنقضي هلا وقت فينا نقرر انه انا بدي اصير اقضي وقت اكثر مع يسوع، مثل هيدي البذره كون عم بكبر وصير شتله او شجره حلوه اكثر. عطول إذا حدا ما كان عم يسمعنا عطول قلبه بيكون عم يسمعنا. 100% سيرينا عطول عطول هو بيسمعنا. يعني أنت ساعة اللي بدك فيك تكوني عم تحكي معه. أنا مرات تكون بالشغل أوكي بيصير معي شي دغري بحكي معه بقوله يا يسوع هيدا شي زعلني بليز أنت اهتم فيه. مش ضروري هيك بس أقعد قول هلأ بدي صلي. حلو كتير أعمل هيك، بس كمان فيه بكل نهار يكون عم بحكي معه لو شو ما صار معي. صح؟ شي مرة حدا منكم هيك بيعمل؟ كيف عطونا هيك إكزامبل؟ مثلا زي اذا عندك فحص كيف بتحكي مع جيزس؟ خلينا نحكي على الميكروفون. عندك فحص صعب؟ بصلي انه بجيب هاي جريد. اوكي بتقولي يا يسوع انا خايفه بليز كون معي وخليني اعمل منيح. صح؟ كثير منيح هيك. انت كنت دائما عم تحكي معه بنهارك. سيرينا في شيء بدك تقوليه؟ شو؟
أنا مارديريا اللي جاي إيه؟ عيدي عيدي كلا منغني لك هابي بيرثدي بس شو رأيك هلأ تقولي ألو إيه يلا أنا بعيد بمارس بمارس واو يلا قولي ألو 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 مين معي ساني فلسطين سالي كيفك 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 منيحة شو بدك تغني لنا نور يسوع اوكي نور يسوع نور يسوع كم نور يمضي فيه كم نور يمضي فيه ربي يسوع نزل عشمي يمتح دموعي بيغمرني علمني حب الناس من كل قلبي يبقى نور يمضي فيه شو بدك تقولي لها يا سيرينا لسالي؟ برافو 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 سالي حبيت تشوفنا اللي معنا اليوم؟ كثير حلوين كثير عم تقولي عنكم حلوين ثانك يو شو بدنا نقول لها؟ ميرسي بعتوا لها بوسه كبيره يلا كلهم عم يبعثوا لك بوسه يا سالي وهلا زهير رح تكتب لك اسمك نحن بنحبك يا سالي وبنشكرك كثير على الاتصال باي حبيبه ثانك يو يا زويه يلا بنحط اسمها لسالي بالبوكال لان هي من فلسطين اوكي يلا ما زويه هلا بدها تقول الو الو مين معي مين معنا زويه مين مين معنا مين قولك معنا يا زويه ما بعرف طيب رح نحكي هلا نكمل نحكي شوي وبعدين بركي بيرجعوا بيتصلوا فينا بتحبوا الكرافت الاشغال اليدويه نعم بدكم نحضر حدا كثير مهضوم عم يعمل كرافت عن الموضوع اللي عم نحكي عنه اليوم نعم. صديقتنا تامي رح تكون بالفيديو عم تعمل فلاور زهره كثير حلوه بدكم نحضرها مع بعضنا نعم. يلا خلينا نحضرها سوا لكل أصحابي الحلوين يلي اليوم عم يتابعونا بيلا نغني سوا كيف فينا ننمو بعلاقتنا مع الرب؟ أكيد ناقشتوا بالحلقة مع مريان بكتير أشياء منا أنه نصلي منا أنه نقرأ بكلمة الرب نحضر الكنيسة لهيك نحن اليوم نحن كنا عم نعمل شيء كتير صغير تذكرنا نحن كيف فينا ننمو بعلاقتنا مع الرب رح نعمل هيدي الوردة ونتذكر أنه الوردة بحاجة رعاية لحتى تكبر نفس الشيء نحن بحاجة لحتى ننمو مع الرب يسوع بأشياء معينة رح نكون هلأ عم نكتبها على الورق تبع الوردة فنحن بحاجة لكرتون ملون نحن بحاجة للورق الكريبون اللي هو اللون الأخضر بحاجة لستيكي نوتس لمسطرة وقلم والألوان والماركر مثل ما متعودين لحتى بلش رح أخذ الكرتون البني أنا أوريدي قصيت الدائرة أو سيركل اللي بنعمل فيها بالنص الوردة أنا محضرة قبل بوقت الباتل يلي نستعملها للوردة فيها نرسم وحدة وتكون هي التمبليت ونصير نعمل أكثر من وحدة رح كون هلأ عم اشتغل الستيم أو الساق تبع الوردة وهي كثير هينة نرسمها وهي ستريت لاين وأكيد رح أعمل الورقة إذا انتبهتوا لما رسمت الستيم أو الجزع جربت ميله بس تيعطي شكل هلأ بناخد الكرتون الزرقاء أول شي رح نحطه هو قلب الوردة أو الدويرة على الوردة ما منكتر صمغ نحط بس بالنص أكيد في يزيد الحشيش أو في يزيد الجازون رح أخذ الورق الأخضر ورح أعمله بهذه الطريقة ما رح أقصها كلها رح أقص 3 أرباع الورقة أكيد في يلزقها تحت تيصير عندي شكل الجازون بس بهذا الوقت رح نكتب على كل ورقة ورقة الوردة أو كل بتل شو كيف نحن فينا ننمو بعلاقتنا مع الرب
أنا كاتبة هون إذا فينا نطلع. أول خطوة أكيد كلنا بنعرفها وبنتعلمها من درس الأحد، إنه إحنا لازم نقرأ كلمة الرب، هي قراءة الكتاب المقدس. في اكتبها أكيد باللغة اللي أنا برتاح لها. أكيد مفروض ننطر حتى تنشف التزييق قبل ما نكتب. حب الرب إلهك فوق كل شيء. فينا إذا بتكون نكتب الآية من كل قلبك من كل فكرك. صلي كل يوم، استمع للماما والبابا، ساعد الآخرين، اتبع قوانين الله، كن لطيفاً مع الآخرين. وأكيد فينا بالأخير نحط ستيكي نوت تنتذكر دايماً أنه هيدول شو بيساعدونا، بيساعدونا لحتى ننمو مع الرب يسوع. إن شاء الله تكونوا حبيتوها. إذا عملتوها بالبيت بعتولنا صورة على صفحة يلا نغني سوا حتى نشوفها وتشاركوا الآخرين بالشي اللي أنتوا عملتوه. ورح أقول لكم هلأ باي، ورح كمل أنا الوردة تبعيتي. رجعنا معكم يا أصحابي، وهلأ صديقتنا المهضومة زوي بدها تغني لنا This Little Light of Mine. كتير حلوة هيدا الترتيلة. Are you ready? Yes. Yeah. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. One more time. غنيتها بطريقة حلوة وهيك صوتك قوي يا زويي. برافو برافو زويي، ثانك يو سو ماتش. خبريني يا زويي كيف بتخلي اللايت، وانت كمان سيرينا فكروا كيف بتخلوا اللايت عن النور تبع يسوع يضوي، كيف بنخلي الناس واصحابنا بالمدرسة يشوفوا يسوع فينا، كيف شو بنعمل؟ وقت نفكر فيه. اوكي، بتفكري فيه بتضوي؟ لا. شو بيصير؟ خبروني كيف بنخلي الناس اللي حولنا يقولوا زويي وسيرينا وربيكا بحبوا يسوع، كيف؟ وقت نصلي له. اوكي، بشوفوك عم بتصلي له. اوكي، شو كمان يا زويي؟ وقت يشوفونا كيف بتعمليهم لاصحابك؟ How would you treat them؟ نصلي لهم. اوكي، وكيف بتعمليهم بالصف؟ مثلا اذا حدا ما معه اكل اليوم شو بتعمله؟ بقص اكله وانا بعطيه. واو، يشير يعني بتتقاسم اكلك وسرينا. اذا مثلا حدا عم يبكي ما عنده حدا يلعب معه شو بتعملي؟ روح بلعب معه. كثير حلو. طب اذا حدا عم يضربوه اصحابه شو بتعملي ربيكا؟ اذا عم يضربوه شو؟ طب خلي زويي تقلنا شو بتعمل. شو يا زويي؟ بقول لهم يوقفوا. برافو، يوقفوا يضربوه. او اذا في، او اذا امهم معهم او سوبرفايزر بقول لهم. حلو كثير، هيك بتكوني عم تدافع عنهم وعم تحميهم، وهيك بصيروا يشوفوا انه سيرينا وربيكا وزويي كثير منيح معنا، دائما بيهتموا فينا، اكيد 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 هن بحبوا يسوع، لان يسوع هيك بيعلمنا نعمل، وهيك انتم بتكونوا اللايت اللي فيكم، النور اللي فيكم عم بيضوي كثير كثير لبعيد. برافو، ما هيك؟ طيب كامو، عن شو محضر لنا ريبورت اليوم؟ يلا بنقول الو، يلا زويي قولي الو. الو، مين معي؟ ماريا. هاي ماريا. هاي، شو بدك تغني؟ شعر شعر. اوكي يلا. شعر شعر
avec toi dans nos vies. Les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui. Le don de Dieu, Vierge Marie, puisque tu demeures avec nous, pour l'Angélus, Vierge Marie, guide le pas dans l'inconnu, car tu es celle qui a cru. برافو شو بدك تقولي لها يا زويي برافو بدنا نكتب لها اسمها ونحطه هون برافو برافو يا ماريا اسمك هلا رح يكون مكتوب معنا ويمكن كمان تربح معنا بالحلقه قد ايه عمرك ماريا يمكن الاتصال راح نافا اوكي حبيبه ثانك يو كثير لانك اتصلتي فينا هلا بدنا نروح عند كامو ونشوف شو محضر لنا ريبورت اوكي في عنا ريبورت رح نبلش فيها هلا اول شيء اللي بعتقد بتخيل انه هيدي قلته المفضله لصديقنا جوي شو جوي ماريان اول ريبورت معنا اياه هو ريبورت عن اليت الدرامز اوكي هي اله كثير حلوه انا كثير كثير بحبها وصراحه ما انا كثير قديمه مثل ما كثير عالم بفكروا تقريبا صار لها 200 سنه بس. قبل كانت انه قبل خلينا نحضر الريبورت بعدين نشوف جوي شو رايه بهيدا الاله يلا بنشوفها سوا اليوم بهذا التقرير عن آلة الدرامز الدرامز بيتألف من مجموعة طبول وصنوج بيتم العزف عليها بأشكال مختلفة القصة بلشت سنة 1800 لما كان يتم العزف على هيدا الطبول بشكل فردي وكل عازف بيستلم جزء من الآلة لحد سنة 1840 حيث بدأ بعض العازفين بجمع الطبول واختراع دعسات بالأرجل تمكن العازف من استخدام الرجلين أيضاً في العزف سنة 1920 تم تصنيع أول درامز متكامل وعصري بشكله يلي منعرفه اليوم واشتهر بأنواع مختلفة من الموسيقى وهلأ خلينا نستمع على عزف هيدي الآلة المميزة وهلا زويي عندها معزوفه على البيانو بدها تلعب لها ياها يلا خلصت؟ تعال عندي يا زوي بسرعة بسرعة أنا كتير شطورة وأنا كتير كتير حبيت هيدي المعزوفة خذ الميكرو خبريني قدي ناخذ الميكرو تنسأل زوي قدي صالك عم تتعلم البيانو؟ 2 years and a half واو سنتين ونص وبتروحي لعند معلمة أو هي بتجي لعندك؟ أنا بروح على أوكي وبتحب البيانو؟ نعم مين أكتر شيء حمسك تلعب على البيانو؟ يعني شجعك Who encouraged you؟
مين؟ أوشن. أوشن أختك الكبيرة يعني؟ نعم. واو برافو عليك يا زوي، أنا بشجعك ضلك تعسفي وتتمرن. قد بتتمرني كل يوم؟ 5 دقايق؟ قد ايه؟ إن وان أي ما بنراست. آه أوكي، بدل تلعبها تحت اللي تحفظها مزبوط ما هيك؟ نعم. برافو عليك يا زوي، I'm very proud of you. هلأ بدنا نسمع كمان كليب ترتيله حلوه بنحضرها دايما ومع فيديو لها كمان. خلينا هلا كلنا نروح ونشوف شو هي نيكست كليب الليله رح نسمعه مع بعض. رجعنا معكم يا اصحابي، وهلا بدنا نقرا واتساب مسجز وصلوا لنا. يا كامو يلا. يلا عم شوف يا مريم، في اصدقاء كثير كثير بعثوا لنا رسائل حلوه. رح بلش اول رساله بتقول احنا ميتشل ومانويلا مينا، ونحن بنحب البرنامج جدا وبنحب مريان خالص، ونفسنا تقرا الرساله بتاعتنا النهارده، وعندنا 6 و4 سنين. لكن بسلم عليكم كثير كثير، وانا بحبكم خالص خالص. كمان رسالة تانية من صديقة لنا بتقول أنا اسمي مارتينا، أنا بحبكم كتير، بحب كتير أتفرج على برنامج يلا غني سوا، وبحب الباند حلو كتير، وبحب قوي ماريان. كمان Thank you كمان كتير لقلك يا مارتينا، أنا بحبش مرة هيك تتصل فينا تنسمع صوتك. قبل ما كفى يا ماريان عم يجينا اتصال، حاول أخده كمان ونقول ألو. بول قول ألو. ألو. حلو. راح الاتصال. بعد بعده معنا الاتصال. جرب بعده. الو هاي. مش زابطة معك اليوم. مش زابطة معك اليوم يا بول. طيب. معلش. طيب رح كفن. اوكي، مع مين عنا اتصال او مسج؟ هاي انا اسمي مريم، انا بحب الموسيقى قوي، علشان كده بحب برنامج يلا غني سوا، بحبكم كثير. اوراي. طيب خلينا نشوف ريبورت صور يا كامو بهالوقت. يلا خلينا نشوف اصحابنا شو بعثوا لنا صور لليوم.
اول صوره. شو رايكم رح تكون اول صوره؟ تنشوف مع بعضنا من انجولينا مهضومه وحاطه تاج من الورود على راسها. بافلي كمان كثير مهضومه في حده بالونز كتار. يوستينا عماد فاروق مبينه كثير حلوه، بنبعث لك بوسه كبيره. ماريا اشرف كمان هي بالكنيسه. مارينا ايهاب بنت كثير حلوه، بنقول لك هاي يا مارينا. معكم مدحت، ليكو ضحكتوا شو مهضومه، عنده سنين مهضومين. مريم ايهاب كمان صديقه لنا كثير حلوه وجهها. نوفير وتوماس خيين بحبوا بعضهم كثير كثير. رجعنا معكم وانا هلا احب نحتفل معكم باعياد الميلاد، بدنا نغني هابي بيرثدي لصديقتنا يوستينا عماد فاروق وكمان على نرجس يلي شاركتنا انه رح يكون عيد ميلادها. تعالوا نوقف هيك ونتحمس ونغني هابي بيرثدي. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. كان ينعاد عليكم ان شاء الله هيك تكون هيدا السنه كثير كثير حلوه لكم يا اصحابي. هلا بدنا نحضر تاني ريبورت كامو. المره اتصال ناطر معنا على الواتساب، رح نشوف اذا رح تزبط معك. يلا اوكي يلا يلا. هاي هاي كيفك؟ هاي كيفك؟ مين معي؟ انا ايات. هاي ايات. هاي ايات كيفك؟ منيح. انت كيفك؟ أنا تمام. عايزة أشكركم كثير. ميرسي. نحن كمان يا آيات. آيات بتحبي ترني لنا شي ترنيمة؟ مريم كيفك؟ أنا كثير منيحة كمان يا آيات، وبشكرك دايما هيك عم تتصلي فينا وتطمني علينا. بدي أغني ترنيمة. يلا. ملك الملوك وجلاله، أهل الملوك حوالينا. ايه ايه اسمك علي ولينا. ايه برافو يا ايات، هيدا اول مرة بترني لنا ترنيمة. برافو برافو. لكن باي ايات باي. يلا خلينا هلا يا كامو نحضر الريبورت تبعك، عم يخلص وقت كثير بسرعة. يلا تنشوف شو هو الريبورت. خليها سربرايز، نحضره اذا بدك بعدين نحكي عنه. اورايت يلا خلينا نحضره مع بعض. نتعرف بهيدا التقرير مع بعض على حيوان جديد ويلي هو الخروف. الخروف هو حيوان عرفه الإنسان من قديم الزمان، ويربى بالمزارع بشكل قطعان، يعني مجموعة كبيرة من الخراف بتعيش مع بعضها. هل بتعرفوا أنه يوجد بالعالم اليوم أكثر من مليار خروف؟ يعتبر لحم الخروف من أشهر اللحوم التي تؤكل حول العالم، وأما الصوف يلي بيغطي جسمه فيستخدم بتصنيع التياب. الخروف عنده ذاكرة قوية جداً، وممكن يتعرف على 50 خروف تاني أو 50 إنسان ويتذكرهم على مدى سنوات طويلة. بيكون خلص تقريرنا، بتمنى تكونوا حبيتوا هالحيوان المميز. رجعنا معكم كتير مهضوم الخروف، وانا بفكر ربي بالبيت. عم بمزح اكيد، لا ما هيك ياخذ محل انا انسى انه واربي. في ناس بحبوا بس بده مطرح يا بول، ما فيك هيك تحطه بالبيت. بس بيكبر. اوكي عجل. طيب هلا شو عنا بعد يا كمان بدك نشوف؟ شو عنا اتصال بدك نشوفه كمان؟ يلا. الو
الو هاي. هاي. مين معنا؟ كنتوا بدكم تخبرونا شيء عند التيتا؟ شو بتعمل التيتا؟ شو بتعمل؟ ايه انت خبرينا يا سيرينا، تيتا شو بتعمل؟ انا ستي. بدي عيد امي في ما في ترتيه. ايه وبتزرع؟ كنت عم تخبرنا انه تيتا بتزرع اشياء فواكه، لازم هلا تروحوا تسالوها للتيتا قد ايه بتاخذ وقت كل شجره تطلع، اوكي؟ هيك بتعرفوا اكثر عن موضوعنا اليوم، مزبوط؟ ما بتروح حتضيعها. ما بتروح حتضيعها، طيب. طيب لكن يا كامو يلا خلينا نكمل نقطه واتساب مسجز. في صديقه لنا اسمها ليلى من سوريا بتقول انا بحبكم كثير وبحضركم دائما، عمرها 6 سنين، حابه تشارك ببرنامج يلا غني سوا، عم تحضرنا والحلقه كثير حلوه، عم تقول انه هي عم تنطر الحلقه خلال الاسبوع كله. ايه حبيبتي بعثت لنا اوديو مسج، خلينا هيك نسمعه مع بعض لانه حابه هي انه نسمعنا ترنيمتها، رح نكون عم نسمعه مع بعض بهذا الوقت. يلا. انا كثير مميز بنظر الرب، هو اللي خلقني بدقه بحب، بيعرف كل افكاري وكل كلمه على لساني، ناظر هيدر وافتح له باب القلب، يسوع بيهمني، يسوع عارف اسمي، يسوع بيهمني، عرفني درب الحق. برافو، كثير حلو صوتها وانا كثير هيك حب اتعرف عليك اكثر وتتصلي فينا عشان نهار وتخبرينا عنك. نيكست كامو. اوكي رح كفي. يلا ثاني. شو هو المسج اقولكم اللي بعتونا يا اصحابنا؟ بشجعكم دائما تبعتونا مسجز لنقريهم لايف على الهواء مع بعضنا. كمان رساله صوتيه خلينا هيك نسمعها مع بعض. يلا. شو بتقول؟ بس قبل في عنا اتصال، نقطع الاتصال. خلينا نسمع الاغنيه. حاجه حلوه. شو عم بغنوا؟ اللي عم نسمع لهم الاوديو مسج عم يحاولوا يتصلوا فينا. خلينا نحكي معهم. الو. يلا ما بقى في كثير وقت، بس في دقيقتين مش عم ينجح الاتصال. طيب نعتذر منكم. يلا اذا بدكم فينا نسحب هلا. لكينا تعي يا زغطوره يا مهضومه، اسحب اسم من هون. اوكي مين الرابح معنا؟ ايات هي رابحه معنا من دول عربيه، مبروك يا ايات. اما هيدا نطوي هول الورق. يلا تعي اسحبي اسم من هون. مين رح تسحبي من لبنان؟ اكشلي رح يربحوا اثنيناتهم ماريا وجوي، لانه انتم المشتركتين معنا من لبنان، انتم رح تربحوا معنا تتعلم كل وحده منكم تعزف على الاله اللي بتحبها لمده اسبوعين، فاذا ما لكم غير تتصلوا بالرقم اللي عم تشوفوه على البرومو بهيدي المدرسه، وانتم ساعتها فيكم تاخذوا موعد وتروحوا وتتعلموا، لكن جوي وماريا الف مبروك لكم. بدكم هلا نصلي مع بعضنا؟ باخر الحلقه. انبسطتوا بالحلقه اليوم؟ كنتوا خايفين؟ لا صرتوا كثير شطورين، ما هيك؟ يلا خلينا نصلي. يا يسوع نحن كثير كثير بنحبك وبنشكرك كثير لانك بتحبنا ودائما هيك بتطول بالك علينا وبتنطرنا تنصير احسن واحسن، وبتحبنا لو شو ما كنا عم نعمل، انت بينا اللي بتهتم فينا دائما. علمنا هيك يا رب كيف نحبك اكثر واكثر ونقرا بكلمتك اكثر واكثر تنصير نشبهك، نشبه يسوع بالاشياء الحلوه اللي عنده اياها، كيف بيتعامل، كيف كنت تتعامل مع العالم وتحبهم، نحن هيك نعامل اصحابنا واهلنا واخواتنا. هيك كون معنا بهيدا الاسبوع مع كل اصحابنا يلي عم يحضرونا واصحاب الحلوين اللي كانوا معي اليوم بالاستوديو، انت بارك لهم حياتهم وبارك اهلهم دائما باسم يسوع، امين. هلا عبالكم نرتل ترتيله حلوه بتقول يا ابانا لست ادري، تعوا هيك وقفوا حدي تنكون عم نرتلها مع بعضنا اذا عنا وقت. يلا yeah.